قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة. ليش؟ فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. ما يقدرون عليك انت حصنت بهذه الصورة، لا السحرة ولا الشياطين ولا الأعداء من الإنس والجن. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. اسمعوا قصتي باختصار مع سورة البقرة. قبل 5 سنوات تعب تعب شديد، حتى الطب عجز عن معرفة هذا التعب. وش هو هذا التعب؟ ما أقدر أتنفس طبيعي، ما أقدر أسحب النفس طبيعي. أروح المستشفى يقولوا نفسك طبيعي. طيب أنا هذه الضيقة اللي في صدري وش هي؟ قاسوا النفس، تنفس، قالوا طبيعي ما شاء الله تبارك الله 99 إلى 100 طبيعي. رحت الدكتور الأول، الدكتور الثاني، الدكتور الثالث، الدكتور الرابع، حتى وصلت للدكتور السابع ما في فايدة. وحتى الأطباء عشان يطمنوني ويثبتون لي إنك يا إبراهيم ما فيك شيء، وروني الأشعة والفحوصات والتحاليل، أنت ما فيك شيء طبيعي. استخدمت الطب البديل، استخدمت الطب الصيني، الأعشاب، سويت كل شيء، لدرجة ما كنت أقدر أنام في اليوم إلا ساعة ساعتين بس، أو على حبوب نوم، غير كذا أنا ما أقدر أنام. فتعبت حتى لدرجة وجهي سوت من التعب ومن الهم، وأروح من مكان لمكان، وأروح من دكتور لدكتور، كلهم يقولون إحنا ما نعرف إيش فيك، أنت ما فيك شيء قدامنا بناء على الفحوصات والأشعة، أنت ما فيك شيء. فرجعت البيت، توضيت وسجدت سجدة مطولة وبكيت فيها: يا رب إن كانت الحياة خير لي فأحيني فيها، وإن كانت شر ومشاكل وما تصلح لي والموت خير لي فأمتني وأخرجني من هذه الحياة على خير وحسن ختام يا رب العالمين. فمعاناة، جلست قرابة السنة وأنا تعبان. فيوم من الأيام، وهذه رسائل الله يا جماعة الخير ورسائل الله ما فيها صدف، قابلت واحد وقال لي: أنصحك بنصيحة واحدة وفيها العلاج. قلت الأطباء كلهم عجز، وتعرفون المريض إذا طاح طاح، وإذا ضعف ضعف، ويحتاج كلمة حلوة، يحتاج واحد يقويه، يحتاج واحد يرفع من معنوياته. فقال لي: أعطيك علاج. قلت: الطب عجز عن معرفة علاج، أنت تجيب العلاج، فين العلاج هذا؟ وش هو هذا العلاج؟ نسيت كل شيء من التعب والألم. فقال لي: صورة البقرة. قلت: صورة البقرة؟ قال لي. وبالفعل يا جماعة الخير رجعت البيت، وصرت كل يوم قبل النوم أقرأ هذه الصورة العظيمة كاملة ومتصلة ما هي منقطعة. أسبوع، أسبوعين، بديت أتنفس طبيعي، بديت أشوف الحياة منظور إيجابي، وجهي فتح، وجهي نور، الحمد لله. يوم على يوم، يوم على يوم، أسبوع على أسبوع، شهر على شهر، لازمتها قرابة 6 شهور 7 شهور. يا رب لك الحمد، بعدها اختفت الآثار والعلامات، واختفى التعب، واختفى الألم، ورجعت للحياة من جديد كأني انولدت من جديد بفضل الله ثم بفضل صورة البقرة. رسالة لكل معيون، لكل مهموم، لكل محسود، لكل مسحور، لكل من ضاقت به الحياة، لكل شخص يمر بضائقة مالية، لكل شخص عجز طبعا معرفة علاجه، أنصحك بهذه الصورة العظيمة.